على امتداد 40 سنة استطاعت فاطمة بنت الحسين أن تفرض نفسها كرائدة من رواد فن العيطة. هي كانت مرأة بدوية قوية، كانت لها هيبة بهذه الروح القروية، كان عندها صوت خارق للعادة. كانت غنية بلا ما يكون تسمي فاطمة بنت الحسين بكولومبيتر. أحسن شيخة اللي دارت عندي ودوات مع كمال جدي هي فاطمة بنت الحسين. بالنسبة لي عندها كاع المقومات ديال 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 التحرر اللي خص يكون عند فنان باش يكون مبدع. Il n'y avait pas ce côté « Oh, ce n'est qu'une chéra ». On sentait un respect de la part du public. Fatna Bt Hussein, fannana basita, badawiya, jirri'a wa sadiqa, ikhtarat amam rafdi wa dakhti a'ilatiha an tughadira madinataha سيدي بنور، أن تتحدى نظرة المجتمع، أن تشق طريقها بمفردها وسط المجهول من أجل فنها. هذه قصتها.